رونالدينيو. تعال نروح لتليفون مهم جدا، واحد من زمايل حضرتك، واحد من المعلقين المميزين جدا جدا اللي اكيد بيشرفنا وبينورنا، الاستاذ المعلق ايمن الكاشف. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ربنا يخليك. اخبارك يا كابتن؟ كله تمام الله يخليك، ورامي مدور ومنورين، وحوار جميل جدا جدا يعني. نورك يا ايمن، ربنا يخلي حضرتك. كابتن ايمن، يعني موضوعنا وهو التعليق الرياضي في مصر بشكل عام، واتكلمنا على ان الدكتور رامي بهجت دلوقتي اول معلق رياضي في مصر يحصل على درجه الدكتوراه في التعليق الرياضي. شايف حضرتك ايه، وهل ممكن بقى الموضوع يبدا ينتشر ويتوسع ويزود الثقافات والمعلومات، ويبقى موضوع التعليق الرياضي في مصر يبقى ثقافه، وثقافه مهمه جدا ويتم دراستها بشكل اوسع من اللي موجود حاليا؟ والله هو طبعا اللي عمله الكابتن رامي او الدكتور رامي بقى شيء، خطوه طبعا مهمه من الناحيه الاكاديميه. تمام، ان هو يوثق او يحلل او يدرس ظاهره التعليق ويرصدها ويعمل دراسات ويجمع كل الداتا عن التعليق سواء اوروبيا وفي امريكا اللاتينيه. يعني انا مش ما قريتش او ما تابعتش رامي كان ايه مشواره في رساله الدكتوراه، لكن انا واثق من شغله بشكل كبير. تمام، التعليق انا كنت بقول قبل كده ان احنا حضرنا حاجات كان بيعملوها التلفزيون المصري، بيقدم ورش تثقيفيه وندوات تدريبيه ودورات وحاجات زي كده. قلت ان الدورات ديت هي عباره عن يعني كان المحاضرين ناس افاضل وناس من الرواد، لكن كان كل واحد بيحكي التجربه الشخصيه بتاعته، وان التعليق ما كتالوج. يعني احنا مثلا في الاعلام بشكل عام، في الميديا التلفزيونيه، لو جينا اتكلمنا مثلا عن الاعداد والتقديم والاخراج كعناصر اساسيه مثلا للبرنامج التلفزيوني او للشاشه التلفزيونيه، هنلاقي ان في معيار لاعداد البرامج، وفي معيار للاخراج، وفي معيار للتقديم، في ثوابت. هكذا التعليق ايضا في ثوابت، لكن ملوش كتالوج. يعني ما تقدرش تقول ان العوامل ديت لو حطيتها على بعض توجد معلق ناجح. طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا، هل حضرتك شايف ان يعني عايز اعرف الفرق من وجهه نظر حضرتك ما بين المعلق الرياضي الموهوب والمعلق الرياضي الاكاديمي، هل حضرتك شايف ان هل في فرق ما بينهم وايهما تفضل، ولا ده مدرسه وده مدرسه؟ لا، هو رامي رساله الدكتوراه بتاعت الكابتن رامي دي ده شيء غير مسبوق. يعني انا مثلا في الاستاذ اشرف محمود كتب كتاب عن التعليق، تمام، واخد بال حضرتك، عمل دكتوراه في التعليق، واخد بال حضرتك، لكن مفيش معلق اكاديمي، مفيش مثلا معهد بيطلع معلق رياضي، تمام، واخد بال حضرتك. يعني انا بتكلم يا كابتن ايمن على في معلق موهوب كده يحب التعليق من صغره ويعلق على ماتشات البلاي ستيشن مع اصحابه، بعد كده يحب ان هو يعلق، وفي معلق اكاديمي هو يعني عايز يشتغل معلق لكن هو ما عندوش موهبه، بدا يذاكر، بدا يشتغل على نفسه، بدا ان هو يسجل لنفسه ماتشات ويعرضها على زمايله او ناس متخصصه يقولوا له انت كويس في الحته الفلانيه، انت ضعيف في الحته الفلانيه، ويبدا يشتغل عليها. ده اللي انا قصدي من موضوع الموهوب والاكاديمي يا كابتن. حضرتك كابتن انا هقول لحضرتك على حاجه. للاسف الاختبارات اللي بتجريها، احنا عندنا جهه وحيده هي اللي بتعتمد المعلقين في مصر، هو مبنى الاذاعه والتلفزيون اللي انا بنتمي ليه بالمناسبه، يعني واخد بال حضرتك. نظام الاختبار نظام سيء ولا يكتشف الموهبه من عدمها، لان الاختبار، والكابتن رامي موجود مع حضرتك يقدر يقول لك بتفاصيل اكتر، الاختبار عباره عن 3 دقائق تعليق او دقيقه او نص تعليق على اي ماتش انت ونصيبك، مع سؤال معلومات عامه عن الكوره، مع سؤال كده يعني في قانون الكوره اذا اتسالت، مع سلام عليكم وعليكم السلام وشرفتنا، وبعد كده انا بنجحك يا اما بفشلك. طب بنجحك على اساس ايه يا كابتن ايمن؟ يعني النجاح والسقوط على اساس ايه؟ يعني انت 3 دقائق او دقيقه ونص؟ دقيقه ونص واجابتك للسؤال. شكلك عجبني ولا ما عجبني؟ او صوتك عجبني او ما عجبني؟ او انتمائك عجبني او ما عجبني؟
او وسطتك عجبتني او ما عجبتني. حاجات كتيره جدا 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 بتحكم المساله. علشان كده وصلنا ان في موهوبين كتار بيفشلوا في الاختبارات بتاعت التعليم، وفي ناس كتيره بتنجح لكن مش موجودين وسط الناس، الناس ما تعرفش عنهم حاجه. معاهم اجازه تعليقيه وبيعلقوا على المباريات لكن ما قدروش يعملوا، ما قدروش يكتسبوا احترام ولا اذان المستمع او الاستاذ. يعني كابتن ايمن، لو سالت حضرتك سؤال كده بكل صراحه وكل وضوح، رايك في التعليق المصري هتقول لي ايه؟ عندنا ناس اتباع بس ضايعين في الزحمه. واخد بال حضرتك؟ ضايعين في الزحمه، ده نمره واحد. نمره اتنين، ضايعين في عدم وجود حقوق. الناس بتظن ان اللي بيعلق على بطوله كبيره فهو بالتالي معلق كبير، مش بالضروره، بالعكس. البطوله الكبيره دي يعني كاس العالم. كاس العالم بتبقى متوفر للمعلق كل المعلومات وكل الداتا اللي تخليه يعني مش قلقان ابدا ابدا طوال 90 دقيقه من اي موقف يعني. تمام انه عنده داتا تغطيه 3 ايام مش 90 دقيقه بس، في حين ان انت ممكن يجي لك ماتش ودي، واخد بال حضرتك، لمنتخب مصر مثلا مع منتخب نيوزيلاند ما تبقاش عارف تطلع داتا. صح، واخد بال حضرتك، ما يبقى كواليتي التصوير سيء جدا، ما يساعدكش على التعليم. صح، يبقى الملعب سيء جدا، فالمتعه البصريه تبقى مفقوده بالنسبه للمشاهد. فما بيبقى المشاهد هو بيتفرج على الماتش مش مبسوط، غير لما بيتفرج على دوري ابطال اوروبا او بيتفرج على كاس العالم، هو المشاهد طبيعي مبسوط، الصوره حلوه واللعيبه حلوه والملعب حلو والجمهور حلو، فأي كلام هيقوله المعلق هيبقى حلو. قيس، شوف بقى المعلق المصري بيشتغل في الاجواء ايه. كابتن رامي، انا مش عايز اطول عليك وعايز يعني ان شاء الله يا كابتن ايمن هكون موجود معانا في حلقه علشان نكمل بقى قضيه التعليق الرياضي في مصر، وتمتعنا واحنا يعني اكيد طبعا يعني بنستمتع جدا بتعليق حضرتك، وانا واحد يعني لزماتك وكلامك اكيد كل عارفها كلها واكيد متابع حضرتك. ربنا يخليك كابتن ايمن. والمميزين واللي عملوا اضافه في الاعلام المصري وكلنا سعداء بيه. ربنا يخليك كابتن ايمن، شرفتني ونورتني، وان شاء الله هتكون موجود معايا في حلقه جايه عشان نتكلم بشكل اكبر على التعليق الرياضي في مصر. كابتن ايمن الكاشف، المعلق الرياضي، بشكر